السلام عليكم. السؤال العاشر: الساري هو لباس؟ الخيارات: سوري، هندي، ياباني أم بيزنطي؟ طبعا لباس الساري هو لباس هندي خاص بالمرأة الهندية، حيث يتراوح طول هذا اللباس بين 4.5 متر إلى 9 متر، وعرضه بحدود من 0.6 متر ل 1.2 متر. طبعا له طريقة خاصة باللبس، يلتف على خصر المرأة وبيمسكوا أحد نهاياته وبيلفوه على الكتف. لهالسبب هو لباس طويل نوعا ما، بيكون مصنوع بالعادة من مادة الحرير أو من مواد صناعية، من ألياف صناعية، يعني من قماش صناعي. السلام عليكم.